عجل فرجهم يا كريم. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على العطشان الغريب، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على المرمل بالدماء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود، لك الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرداء. غريب يا مظلوم كربلاء، ملقا بلا غسل تقلب جسمه أيدي الخيول، والشمس تصهره ولكن كان في ظل ظليل، والحور تدعوه إلينا يا ابن فاطمة بتولي، هذه الجنان تزينت، هذه الجنان تزينت للقاك يا صبط الرسول، ها قد تجلى الله كي يجزيك، ها قد تجلى الله كي يجزيك بالحظ الجزيل. إنا لنغبط منزلا شرفته عند النزول، إنا لنغبط منزلا شرفته عند النزول، يا كربلاء ما أنت إلا جنة الفردوس. هنيئا لهذه التربة. الإمام زيد العابدين يقول: طوبى لأرض تضمنت جسدك، يا كربلاء ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل. قامت قواعده بكل مبجل شهم النبيل، أنت النجاة يا كربلاء، أنت النجاة لمن يزورك من عزيز أو ذليل. كل الفخار نلتينا، كل الفخار نلتي يا كربلاء من حظك، كل الفخار
أرض المدينة روضة وبغداد بيها ولا بلد نزلاها إلا وأراد. رحمك الله يا ملا علي بن فايز. يقول وانتي عليهم فيستي بالجثة وانتي عليهم فيستي بجسم انتظام طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوى يوم القيامة الجنة مكتوبة إل اللهم اجعلنا من زوار أبي عبد الله لا تحرمنا من زيارته يا الله. طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوى يوم القيامة الجنة مكتوبة إل أبدا فلا يتحاسب إلي يندفن إكرام للي تعفرت في تربتك خده. أنا لا أشك أن قلوبكم مشتاقة لزيارة الحسين، لا أشك أن هذه القلوب الوالهة مشتاقة إلى زيارة الحسين والوقوف على ضريحه. يقول هذا الشاعر يا ليتني جدام كل واحد من والزم ضريح ابن النبي طيب الأنف واصيح يا المدفون بس جثة بلا لجلك لوافي بالبجان هاري معل أنا عندي عن ابن الهاشمية خبر تأكية يرجع سلام اللي يسلم له من بعيد نادي نادي السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا غريب كربلاء أويلي أنا اللي عندي عن ابن الهاشمية خبر تأكيد يرجع سلام اللي يسلم له من طوبى إلى اللي يلزم الشباك بالإي وما بين قبر ابن النبي عفر الخد بعد بعد بعد. رحمك الله يا ملا عطية يا ملا عطية رحمك الله. شي يقول يقولوا بعد الزيارة تروح للحاير الشي من مشهدك تطلع تتصور لو ما تتصور اللي رايح يتصور هذا المنظر من مشهدك تطلع وتقصد للشريق تزور القمر الأزهار أبو جفوف القطي
شيال رايتكم أسور الهاشمي. يا الله يا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لأجل سلامة إمامنا وطبيب أنفسنا وتاج رؤوسنا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، ولتعجيل فرجه الشريف، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القارئ في سيرة المعصومين سلام الله عليهم يلحظ أنهم عاشوا الغربة الحقيقية في هذه الحياة. أئمتنا عليهم السلام، من الإمام أمير المؤمنين إلى الإمام صاحب العصر والزمان، لذكره أشرف الصلوات، عاشوا غرباء في وسط هذه الأمة، ومظاهر غربتهم ليست بخافية، مظاهر غربتهم ظاهرة للعيان. أمير المؤمنين 25 سنة يبقى حبيس داره، الطاقة الجبارة الهائلة، الشخصية التي تنطوي على تلك المواصفات، مواصفات الكمال البشري. لا توجد شخصية كشخصية الإمام أمير المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية تقصى تغيب، أليست هذه غربة؟ غربة. الإمام يقاد من داره إلى المسجد ملبب بحمائل سيفه والناس يتفرجون، أليست هذه غربة؟ الإمام الحسن سلام الله عليه ابتلى بخيانة أقرب المقربين إليه، ابتلى بعد الصلح مع معاوية بفئة كانت تسيء الأدب أمام المعصوم بحضرة المعصوم، يدخل عليه من هو معدود من أصحابه، يقول السلام عليك يا مذل المؤمنين. لا نعتب على الجراح ابن سينا، الجراح ابن سينا معروف من الخوارج، حينما يقول للإمام سلام الله أشركت كما أشرك أبوك من قبل. لكن نعتب على من؟ على من هم معدودين من أصحاب الإمام سلام الله عليه. يخاطب الإمام يقول لقد أذللت رقابنا، ويتجرأ الإمام سلام الله عليه. القصص صابر محتسب. وغربة الإمام الحسن ترى أشد من غربة الإمام الحسين، كما يقول بعض الأعلام. بعد الإمام الحسن الإمام الحسين سلام الله عليه مظهر غربته واضح جدا، أمة مترامية الأطراف يخرج منها 72 فقط لنصرة الحسين سلام الله، البقية أين؟
أهل الكوفة، أنت شايفين أهل الكوفة الذين بايعوا الحسين سلام الله عليه وراسلوا الحسين وبعثوا بالكتب والرسائل للحسين، بعد ذلك يخرجون لقتال الحسين. ولذا من أبرز ألقابه سلام الله عليه لقب الغريب، قربة الإمام سلام الإمام زين العابدين كذلك. 34 سنة مدة إمامة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قضاها أين؟ قضاها أين؟ بعد رجوعه إلى المدينة بقى الإمام سلام الله عليه في المدينة. لكن هل تجدون في كتب التاريخ أو كتب السيرة أن الإمام زين العابدين ارتقى منبر جده رسول الله في مسجد جده رسول الله وخطب خطبة واحدة في المسلمين؟ كان ممنوع الإمام، ممنوع الإمام من ارتقاء منبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. عاش غربة حقيقية، كذلك بقية الأئمة سلام الله، إلى أن تصل النوبة إلى بقية الله العظيم أجل الله تعالى فرجه. وغربته واضحة تماما تدمي قلب المؤمن أي الغرب. سنوات طويلة مغيب، المكان الطبيعي للإمام سلام الله عليه أن يكون بين الناس يقود الناس، مو المكان الطبيعي أن يكون مغيب مستور. فهو غائب مدة طويلة جدا، هاي الغيبة الطويلة التي نسأل الله عز وجل أن يعجل فرج إمامنا. شوف هاي الغيبة الطويلة اللي كان يبكي لها الإمام الصادق سلام الله عليه كما في الرواية، بكاء الثكلى، هذا تعبير واحد من أصحاب الإمام الصادق سدير الصيرفي. دخلت أنا والمفضل ابن عمر وأبو بصير وأبان ابن تغلب علي على سيدي ومولاي أبي عبد الله، فرأيناه جالسا على الأرض يبكي بكاء الواله الثكلى ذات الكبد الحرة، قد نال الحزن من وجنتيه وشاع التغيير في عارضيه. يعني بكاء شديد للغاية كان الإمام سلام الله عليه يبكي. فقلنا لا أبكى الله عينيك يا ابن خير الورى، من أي حادثة، أي حادثة، لأي حادثة تستمطر دمعتك وتستنزف عبرتك؟ يقول فزفر الصادق زفرة، يقول الصادق سلام الله عليه لما سمعنا نقول ذلك زفر زفرة كانت نفسه تخرج. قال لقد نظرت في كتاب الجفر صبيحة هذا اليوم، وهو الكتاب المشتمل على علم المنايا والبلايا إلى يوم القيامة مما اختص الله به محمدا. اللهم صل على محمد وأهل بيته. يقول فتأملت فيه غيبة قائمنا. شوف هاي الغيبة تأمل فيها الإمام سلام الله عليه، وطول أمدها وابتلاء أهل ذلك الزمان. يقول فاعترتني، بعد ذلك استطرد الإمام سلام الله إلى أن يقول فاعترتني الأحزان. شوف هذا الحزن على غيبة الإمام الطويل، ليش؟ لأن الغيبة تجسد غربة الإمام سلام الله عليه. أريد لا أريد أن أستعرض الشواهد الدالة على غربتهم، فهذه المسألة مفروغ منها، واضحة تماما ما تحتاج إلى مزيد بيان. ما أود الوقوف عليه هو التالي، ما هي أسباب هذه الغربة؟ لماذا عاش أئمتنا سلام الله عليهم هذه الغربة الحقيقية مع أنهم أفضل من خلق الله عز وجل في الوجود؟ ليش يعيشون هاي الغربة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لماذا يعيش الغربة وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله؟
شوف واحد من الأسباب الرئيسية، فئة كانت معدودة ومحسوبة من أتباعه، هذه الفئة، هذه الفئة هي السبب في غربة المعصوم. شوف الإمام أمير المؤمنين ابتلى بأربع فئات، الفئة الأولى، الفئة الثانية، الفئة الثالثة معلوم عندكم، وهم الناكثون والقاسطون والمارقون، أهل الجمل، أهل الصفين، أهل النهروان، هؤلاء رفعوا السيف في وجه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ابتلى بهم. لكن هناك فئة رابعة أدمت قلب الإمام سلام الله عليه، كان يشتكي الإمام منها كثيرا، يقول والله لقد ملأتم قلبي قيحا، ما لي كلما دعوتكم الثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ يقول الإمام أمير المؤمنين كما في نهج البلاغة شريف الرضي ينقل الجملة التي يبث من خلالها الإمام سلام الله عليه معاناته وشكواه، يقول أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي، أنا أريد أن أداوي بكم، أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة، لوددت أن معاوية صارفني فيكم صرف الدينار بالدرهم، يعطيني واحدا وأعطيه عشرة. أسألكم سؤال، هذه الكلمات توجه بها الإمام سلام الله عليه لأهل الجمل أو أهل صفين أو أهل النهروان؟ توجه بها إلى فئة معدودة من أتباعه وأصحابه، وهي الفئة المتقاعسة، هي الفئة التي أصيبت بالكسل، مرض الفتور والكسل. إمام سلام الله عليه يتحسر على تلك الفئة المطيعة المخلصة، يقول أين أصحابي الذين سلكوا الطريق؟ يتحسف على عمار، على سلمان، على أبي ذر، على ابن التيهان، على ذي الشهادتين خزيمة، هؤلاء يتحسف الإمام عليه. شوف هذه الفئة هي سبب معاناة المعصوم. ليش؟ لأن التعامل مع المعصوم يختلف عن التعامل مع غيره. المعصوم يجب أن تسلم أمامه وتنقاد انقيادا كاملا تاما، غير المعصوم مجال أخذ والرد. أما إذا كنت مع المعصوم فعليك أن تسلم تسليم مطلق، لا تعترض، الاعتراض في غير محله. شوف القرآن الكريم يعطينا، يعني يأتي بشاهد رائع جميل في قصة موسى والخضر سلام الله عليه. شوف الخضر كلفه الله عز وجل بمهمة، هو ولي من الأولياء المعصومين الخضر، كلفه الله بمهمة رسالية إلهية وهي تعليم موسى كشف بعض الأسرار، وموسى نفسه في القرآن الكريم هل أتبع، يقول هل أتبعك على أن تعلمني. شوف هنا القرآن يريد يبين أن الولي المعصوم المكلف من قبل الله عز وجل كيف يجب أن يتعامل الناس معه؟ يجب أن يتعاملوا معه بالانصياع الكامل التام والتسليم المطلق له وعدم الاعتراض عليه. هي واحدة من النكات المستفادة من قصة موسى والخضر. لكن موسى اعترض، ذكره الخضر، اعترض موسى ذكره الخضر، قال هذا فراق بيني وبينك. الإمام الصادق سلام الله عليه في حديثه مضمون الحديث يقول لو أن موسى صبر لكشف له الخضر ألف سر، لكن ما صبر. لاحظ، إذن إذا كان موسى
مطالب بالإذعان والتسليم للولي المعصوم المكلف من قبل الله عز وجل بتعليمه، فما بالك بغير المعصوم، ما بالك ببقية الناس. فكان موسى نبي من أنبياء الله، وظيفته التسليم أمام من بعثه الله لتعليمه. فوظيفتي ووظيفتك إذن شنو اتجاه الإمام المعصوم؟ المعصوم مكلف من قبل الله عز وجل بتعليم الأمة، بتربية الأمة، فيجب على هذه الأمة أن تذعن له، تسلم له، تنقاد انقيادا كاملا. ولكن للأسف الشديد لم تذعن. الإمام الباقر سلام الله عليه في حديثه لأحد أصحابه المخلصين أبي خالد الكابولي، أبو خالد الكابولي يروي هذه الرواية عن الإمام الباقر، يتحدث فيها عن الولاية والمحبة لأهل البيت. يقول الإمام سلام الله عليه: والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. شوف هاي صفة التسليم، صفة التسليم أمامهم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق في حديث لكم تقفون عليه حينما تراجعون بعض التفاسير، حينما يفسر العلماء قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الإمام الصادق يقول: لهذه الصلاة ظاهر وباطن، ظاهرها وصلوا عليه، وباطنها وسلموا تسليما. شوف حقيقة هذه الصلاة شنو؟ تسليم الإذعان أمام الولي المعصوم. إذن المشكلة التي واجهها المعصومون عليهم السلام هي هذه الفئة، وما زال إمامنا صاحب العصر أجل الله تعالى فرجه الشريف يعاني من هذه الغربة بسبب ماذا؟ بسبب هذا التقاعس، بسبب هذا الفتور. أصل الغيبة ليس لنا دخل فيها، ما كنا موجودين حينما انتقل الإمام الحسن العسكري إلى الرفيق الأعلى، فأصل غيبة الإمام سلام الله عليه لا دخل لنا فيها، لكن في طول أمدها، في استمرارها، لنا دخل، نتحمل المسؤولية. هذه الغيبة الطويلة من الذي يتحملها؟ خلينا نكون صريحين، إلى متى تعيش الفئة المؤمنة مثل هذه الحالة من السبات والفتور والكسل؟ الإمام سلام الله عليه وروحي فداه حينما يكتب ذلك الكتاب إلى الشيخ المفيد ماذا يقول؟ كلمات واضحة جدا ما تحتاج أصلا إلى تفسير. يقول: لو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لنا لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم، الإمام محبوس، إلا ما نكرهه منهم. شوف هذا السبب في طول غيبة الإمام سلام الله عليه هو هذه الفئة للأسف الشديد. ليش حينما نقف على المجتمع الكوفي ننتقد المجتمع الكوفي؟
خب مجتمع الكوفي يستحق النقد، خل ننقد أنفسنا من كذلك، خل الأمة تنقد نفسها. إلى متى هذا السبات؟ والله إن علاقتنا بالإمام سلام الله عليه علاقة مخجلة تخجل. خل أكون صريح، الليلة راح أكون صريح، علاقة مخجلة. إمام زماني، إمام زماني لا أذكره، لا أرتبط به قلبيا، لا أشعر بوجوده، لا أحس بالإحساس الدائم بوجوده والارتباط به. أي علاقة هذه؟ علاقة الفتور. هذه هي السبب في الألم الذي يتعرض له الإمام سلام الله عليه. إمام الباقر عليه السلام يتحدث عن المعصومين سلام الله عليهم ثم يقول: فإن أصبحتم لا ترون منهم أحدا، يقصد عصر الغيب، فاستغيثوا بالله فما أسرع ما يكون في ذلك الفرج. استغيثوا، شنو معنى استغيثوا؟ من الذي يستغيث؟ ومتى الإنسان يستغيث؟ إذا شعر الإنسان بالحاجة الماسة إلى النجاة، إذا شعر الإنسان بالضرورة الملحة يستغيث. استغاثة مو مجرد لقلقة لسان، هذه ما تسمى استغاثة. الاستغاثة الحقيقية حينما يسقط في يد هذا الإنسان، يرى بأنه ليس بإمكانه أن يعمل شيء، ما بإمكانه أن ينقذ نفسه، فيستغيث، يستنجد بغيره، يطلب المعونة من الغير. إمام الباقر سلام الله عليه يريد يقول: عليكم أن تتحسسوا في داخلكم ضرورة وجود الإمام بينكم، تشعرون بالضرورة الملحة لوجوده، وإذا تأخر الظهور عليكم أن تتألموا لتأخر الظهور. شوف أنا والله أتمنى ظهور الإمام سلام الله عليه، لكن إذا تأخرت عملية الظهور لا أتألم. هنا الخلل. واقعا كثير من المؤمنين صادقين حينما يتمنون تعجيل الفرج وظهور الإمام سلام الله عليه، لا نشك في صدقهم، يتمنى بصدق ظهور الإمام سلام الله عليه، لكن إذا تأخرت عملية الظهور هل يشعر بالألم؟ أبدا ما يشعر، لأنه لا يشعر بضرورة وجود الإمام، ما يحس أن وجوده ضرورة وملحة وماسة. شوفوا الإنسان إذا يفقد شيء ضروري ما يقر لقرار، بل أصبحت الأشياء الكمالية اليوم إذا فقدها الإنسان لا يقر له قرار، بينما يفقد الأشياء الأساسية ولا كأن شيء حاصل. هذا خلل، خلل تعاني من الأمة نتيجة الارتباط بالثقافة الأجنبية. عادة البدن، بدن الإنسان إذا فقد الأشياء الأساسية يشعر، يشعر الإنسان. الآن خل واحد يفقد الماء يشعر بالحاجة الماسة إلى وجود الماء لو لا؟ شيء طبيعي. خل يفقد الغذاء لا يقر له قرار، ما يقدر يقعد إلا بعد أن يحصل على غذائه وشرابه ومائه، لأن هذه أشياء أساسية. أما إذا فقد أشياء كمالية، أشياء أصلا هامشية، حقه إذا لم يعتني بذلك، مو أشياء أساسية. شوف الثقافة الغربية ماذا صنعت؟ حولت أشياء تافهة هامشية في نظر الإنسان وكأنها أشياء أساسية، إذا فقدها يتألم، وأنسته الأشياء الأساسية بحيث لا يتألم لفقدانها. هذا الواقع. الآن خل واحد مثلا يفقد هاي الموبايل ماله أو التليفون، ما يقر له قرار، ما يعرف يقعد أصلا، شيء أساسي. يعني واحد إذا فقد الموبايل أو التليفون يموت، يفقد الحياة؟ لا، مش أساسي، صحيح يسر أموره هذا التليفون،
بينما يعيش سنوات وإمام زمانه سلام الله عليه لا يرى إمام زمانه، لا يسمع له حسيسا ولا نجوى، وأبدا لا يتألم وكأن شيئا. أحدهم يمثل بمثال جميل، يقول نتيجة هاي الثقافة الغربية أصبح فكر الإنسان المسلم مسموم وأدمن. حصلت عند حالة إدمان. تشايف المدمن، الله يجيركم يجير جميع المؤمنين والمؤمنات. المدمن إذا فقد هاي السموم شوف يتألم، لكن خليه يفقد الطعام والغذاء ما يتألم كما يتألم لفقدان هذه السموم. ليش؟ صار خلل البدن، اختل البدن الطبيعي، مو هذا البدن الطبيعي يتألم إذا فقد الطعام والشراب، البدن الطبيعي يرفض مثل هذه السموم، لكن الخلل بعد الإدمان إذا حصل في البدن شوف تختلهم كذلك وظائف البدن. يكون نفس الشيء بالنسبة للإنسان المؤمن، أصبحت ثقافة عنده اختلطت فيها الأمور عليه، فيفقد إمام زمانه سلام الله عليه ولا يشعر بالألم، لا يشعر بالتألم. إذا فقد أشياء تافهة هامشية جانبية شوف يشعر بالتألم. هنا المصيبة. هذا شيء. شيء الآخر، النقطة الأخرى التي أحببت أن أشير إليها، لابد لنا ونحن ندعو بالفرج للإمام سلام الله عليه أن ندعو لأجل فرجه هو، مو فرجنا احنا بالذات، راح يحصل فرجنا، لكن اولا وأصالة نبتغي فرجه. الحاصل شنو؟ الحاصل انتم شايفين بعض المؤمنين يدعو بالفرج، لكن لما نتدقق نشوف لا، هو لا يدعو الى فرج الامام اصالة، وانما يدعو لفرج نفسه اصالة. بالدليل على ذلك شوف، اذا اصيب بضائقة بشدة شوف كل دعاء عريض، سيدي متى الفرج، إلهي متى الفرج، لأن في شدة ضائقة هو. لكن خل تتحول هذه الشدة والضائقة إلى حالة يسر، ينسى شيء اسمه إلهي متى الفرج. إذن ماذا يريد؟ يريد تخليص نفسه وفرج نفسه. بينما المؤمن عليه أن يدعو الله عز وجل بتعجيل الفرج لأجل تحقيق أهداف الإمام الكبرى، متحقيق أهدافي. أتذكر قصة لطيفة حصلت في سنة من السنوات، كنا بمشهد، الله يرزقنا وإياكم زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه، فكنت واقف عند بائع الخضروات، وكان في تلك الفترة صعدت الأسعار دفعة واحدة، فجاء واحد مسكين وقف سأل عن سعر كيلو البصل، فلما أخبره بالسعر حالا اعترض، قال شنو البصل هالقد يوصيل، كان فعلا يعني الثمن باهظ جدا. بعد ذلك توجه هذا المسكين، الرجل المسكين، قال سيدي ومولاي يا إمامي يا صاحب الزمان متى الفرج، قال هذه الكلمة ومضى. البائع خاطبني، البائع هو يخاطبني يقول لي ترى هذا يريد فرج نفسه ما يريد فرج الإمام، يقول لأنه سعر كيلو البصل ارتفع فيريد من الإمام سلام الله عليه يخرج حتى يخفض سعر البصل. وهذا الواقعنا، واقعنا الذي نعيشه هذا للأسف الشديد. يعني الإنسان يتحدث بمرارة، بمرارة يتحدث الإنسان. على كل حال نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يعجل في فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. لكن الحل شنو؟ شخصنا المشكلة لكن لابد من طرح حل. الحل ببساطة،
عليكم أن تنشروا ثقافة الارتباط بالإمام صاحب العصر والزمان. كل واحد يساهم في نشر ثقافة الارتباط والتعلق به. سلام الله. أنا متأكد لو كل أسرة من الأسر المؤمنة التزمت بذلك بأن غذت أطفالها بثقافة الارتباط بالإمام صاحب العصر والزمان لخرج جيل متعطش لظهور الإمام سلام الله عليه. ليش احنا ارتباطنا بالحسين سلام الله عليه شديد ولله الحمد؟ شوفوا اطفالنا شوفوا شلون تعلقهم بالامام الحسين سلام. شوفوا انتوا كذلك الان علاقتكم بالامام وحرارة الارتباط بالامام سلام الله عليه في قلوبكم شلون شديد ولله الحمد. عليكم ان تزيدوا من هذه الحرارة. ليش؟ لان هناك ثقافة منتشرة. الأسر تساهم، المساجد تساهم، الحسينيات تساهم في نشر هذه الثقافة، المجالس الخاصة والعامة تساهم في نشر هذه الثقافة. ذلك خرج جيل محب وعاشق للإمام الحسين سلام الله عليه. علينا أن ننشر هذه الثقافة، ثقافة الارتباط بالصاحب العصر من خلال هذه القنوات، من خلال هذه الأماكن. أنا أستغرب أتعجب حتى من بعض الخطباء للأسف الشديد، يعني يجلس على المنبر لا يذكر اسم الإمام صاحب العصر والزمان، ما يأتي على ذكر الإمام صاحب العصر والزمان. لابد من نشر ثقافة الارتباط به صلوات الله وسلامه عليه. إذا نشرنا هذه الثقافة وأوجدنا جيل محب للإمام متطلع إلى ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه عاشق للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ستجدون بركات ذلك تنعكس. أعود وأقول إمامنا أبو عبد الله الحسين عاش الغربة الحقيقية لأن الناس أصابها الفتور والكسل. الناس أصحاب مطامع كانت تنظر فقط وفقط إلى مصالحها، ولهذا خرج الإمام من مكة متوجها إلى العراق. بعض المصادر تذكر أن معه كان جمع غفير، لكن لما ورد نبأ مقتل مسلم بن عقيل تفرقوا عن الحسين، لأنهم أدركوا حينئذ بأن الحسين سلام الله عليه سيخوض صراع مع الأمويين، ولهذا صار كل واحد ينسحب عن الحسين سلام الله عليه، وبقت الثلة المؤمنة المخلصة الصادقة مع الحسين سلام حتى وصل إلى منطقة تسمى زرود. يقول المنذر بن المشمعي وسليمان الأسدية بعد أن قضينا مناسكنا لم يكن لنا هم إلا اللحاق بالحسين، نريد نلتحق بالحسين سلام الله عليه. فخرجنا حتى أدركناه بزرود، وقيل قبل زرود. فلما وصلنا إليه بينا نحن كذلك وإذا براكب قد خرج من جهة الكوفة، فوقف الحسين سلام الله عليه كأنه يريده، فلما رآه حاد عن الطريق، فرجع الحسين سلام الله عليه فتبعنا الرجل، سلمنا عليه رد علينا السلام، قلنا له ممن الرجل؟ قال أسدي. يقول فقلنا له ونحن كذلك أسديان، قلنا له كيف خلفت الكوفة وراءك؟ طلعت من الكوفة لكن شلون كوفة كانت؟ يقول فقال لنا ما خرجت من الكوفة حتى رأيت جسدي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجران في الأسواق جرا، يقولان
فجئنا إلى الحسين لما نزل بزرود وكان بين أصحابه وأهل بيته، سلمنا عليه رد علينا السلام، قلنا له يا أبا عبد الله إن عندنا لخبر إن شئت أخبرناك به سرا. الإمام سلام الله عليه التفت إلى الوجوه الطيبة من معه، قال ما على هؤلاء من سر؟ الحسن ما عنده معميات ولا عنده أسرار ولا عنده، ما على هؤلاء من سر؟ ماذا عندكم؟ حسين صريح من أول خطوة خطأ فيها، قال ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. ماذا عندكما؟ قال أرأيت الراكب بالأمس؟ قال نعم وقد أردت مسألته ولكنه حاد عن الطريق، فقال نحن كفيناك مسألته وإنه لرجل ذو عقل سديد منا، يعني أسدي، وهو يقول ما خرج من الكوفة حتى رأى جسدي مسلم بن عقيل وهاني بن عروة يجران في الأسواق جرا، فاسترجع الحسين وبكى، بكى من معه. أخذ الحسين يكبر الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلى آل عقيل، ما أنتم قائلون؟ في نقل قال لهم تفرقوا عني حسبكم ما جاء به صاحبكم، خلاص كفيتم المؤنة، مسلم بن عقيل قدم الكفاية. فانكبوا عليه على أقدامه يقولون لا نفارقك حتى نموت دونك. فجزاهم الحسين خيرا. بعد ايش سوى الحسين؟ قام بأبي هو وأمي وتوجه نحو النساء. ها عند الحسين عند شغلة عند النساء، توجه إلى النساء، أخذ يتخطى الأطفال والنساء حتى وقف على طفلة مسلم بن عقيل حميدة، أخذ يمسح على رأسها ودموعه جارية على خده. هذه الطفلة الصغيرة أحس قلبها، الله أكبر، الله لا يفجعكم بمثل هذه المصائب. شوف الطفلة إذا سافر عنها أبوها، خصوصا إذا كانت متعلقة بأبيها، تحسب الدقائق والساعات، تنتظر بفارغ الصبر قدوم أباها، هذا معروف، خصوصا إذا كانت محبة الأب لها شديدة وهي متعلقة بأبيها، دائما تسأل أمها، تسأل أقاربها، متى يأتي والدي، متى يعود والدي. هذه الطفلة كانت تنتظر قدوم أباها مسلم بفارغ الصبر، وإذا بالحسين يمسح على رأسها ودموعه جارية على خده، أحس قلبها بالشار، صاحت قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، أنا قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بشفاك علي، تمسح على راسي ودمع العين همال، كني يتيم الكافي الله من أله، ما عودتني بالفعل من قبل يا خال، خليت عبراتي على خدودي جري، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب، وهذي عمي من علامات المصايب، قلبي يتروع حيث ابويا بسفر غايب،
الغيب طول الغيب يعوده الله بعجلي ضمها الصدر والدمع يجري بالخدو وقالها يا بنتي والديك ما ظلت شهقت وظلت تنتحب وبروحها تجوع اويلي اويلي ضمها الحسين الى صدره قال بني بني حميدة انا ابوك وبناتي اخواتك كأني بيت نادي لسافر عساه يعود لي بالسلامة واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلام شنه سمعت عن والدي حلو الجهة قالها يا بنتي غابته عنك بطي انا اللي جاني الخبر عن حال مسلم مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإبارة الإمارة ذابي وبالحبل في الأسواق جسمه جسمه يسحبونه وراسه المشكر راحل الطاغي هدي فقط هذا المشهد وأسألكم الدعاء هذا المقطع حسين بعد ذلك واصل السير واصل المسير حتى وقف جواده ونزل بأرض كربلاء عادة يوم الخامس من محرم يخصص للنزول بأرض كربلاء لما نزل الحسين في تلك الأرض أخذ يخاطب أصحابه ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى نينوى قال ألها اسم غير هذا قالوا تسمى الفرات قال ألها اسم غير هذا قالوا تسمى الغاضريات قال ألها اسم غير هذا قالوا تسمى كربلاء قال كرب وبلاء خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر إلا فيها الأرض يا أهل الشيام نزلوا حرم نزلوا حرمنا وانصبوا فيها خيمنا نصبوا خيمنا وانشروا فيها علمنا أنا وعدني بهالأراض خير البري فيها بنبقى فيها الأرض نبقى ضحايا بغير تغسيل وفيها بيظل عليل يمغلل بالزناجي بعد ماذا يحصل فيها يا أبا عبد الله قالوا فيها على صدري تدوس الأعوجي أين المنادي وحسينا وسيدا هنيئا لهذه الأرض هنيئا لهذه التربة تعرف أرض كربلاء كانت قبل نزول الحسين كانت مدفن للأنبياء والأولياء والأوصياء في رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه
دفن فيها 100 نبي و100 وصي قبل الحسين و100 وصي و100 صبط من الأصباط، لكنها تشرفت بالحسين، ولذلك أصبحت كعبة، كعبة كربلاء، قبلة، قبلة للعشاق. أنا لا أشك أن قلوبكم مشتاقة لزيارة كربلاء، ما يحتاج أسألكم، أنا متأكد قلوبكم مشتاقة للوقوف عند ضريح أبي عبد الله. الله يحفظ الشاعر علي الكراني، الله يحفظك. أبيات رائعة جدا جاء بها أحد الأخوة وطلب مني أقرأ هاي الأبيات، يصور فيها كيف الزائر حينما يصل إلى كربلاء ويرى قبة الحسين، إيه شي يقول؟ يقول من شافت عيون المنارة وقبة حسين هاجت أحزاني وسالت الدمعة من العين، من عادة الزوار تستأذن الرحمن والزهرة والكرار والمصطفى العدنى، وانا من اللهفة لفيتك بلا استئذان اهتف بلهفة لنصرتك لبيك يا حسين وحسين، ومن امسك الشباك وحول المصرع يحوم اصرخ قلبي يحترق من نار الهموم، امي وابويا وروحي ترخص لك يا مظلوم وكل غالي يرخص لك يا نور العين يا عفت الاهل والوطن وتعنيت لطفوف وطول الدرب عاشر يهر والحول ويطوف، واتصورك يا ابا عبد الله واتصورك محني على مقطوع الجفوف حاير ترد لي ما ترد للخيام يا حسين. هات هيئ قلبك للمقاطع، ترى هاي المقاطع التي تدمي القلب. يقول من اذكرك يا سيدي جثة بالاراء وصدرك بعشر خيول فوق الترب يندى، نفسي تذوب وتنقطع مني الانفاس وروحي احسها تريد مني تروح يا حسين واحسين. يقول جسمي يظل جسمك، جسمي يظل سالم وجسمك كله هجرة، ما اريد عمري من بعد عمرك يا مذبوح، خلها يا ابو السجاد روحي لاجلك تروح، بعدك على الدنيا العفا مولاي يا حسين. ايوا حسينا وسيدا. يقول انت يخلونك معفر فوق الرمال وصدرك يا عرش الله يدوسون بالنعال، اين المنادي وحسينا؟ يا الله هذا البيت يحتاج الى جلد. سيدي ومولاي يا صاحب العصر اعذرني على قراءة هذا البيت. انت يخلونك معفر فوق الرمال وصدرك يا عرش الله يدوسون بالنعال وراسك يقطعون ويشيلون بعسل، وش حال امك فاطمة المظلومة يا حسين؟ اين المنادي وحسين؟ تتحمل هذا المقطع؟ بقى فقط هذا المقطع.
عندك جلد تسمع هذا المقطع؟ اسمع. يقول ما اقدر اتصور حجر ما اقدر اتصور حجر صوب جبينه والسهم فتت موجتك الله يعينه والظالم وظالم لجل خاتم قطع خنصر أكمل هذا المقطع الأخير. يا الله يا الله يقول ما اقدر اتصور حجر صوب جبينك والسهم فتت موجتك الله يعين وظالم لجل خاتم قطع خنصر يمين وحزه كريمك والجسد رضاه يا حسين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. عندنا مجموعة من المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا